بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن وردة كالدهان. نرى في هذه الصورة التي التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجما ينفجر، يكون شكله غريب يشبه الورد، الورد المدهنة بدهان أحمر، ولذلك أطلق عليه العلماء الغرب اسم الوردة الحمراء المدهنة. ومن عجائب القرآن أن حدثنا عن هذا المشهد الذي صورة مصقرة من أهوال يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سورة الرحمن آية 37. فانظروا معي كيف يستخدم علماء الغرب التعبير القرآني ذاته. ألا يدل ذلك على أن القرآن كتاب من الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم.